بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عجين دين عجزة زمي التوكل على الله والانقياد لأمر الله إلهي إن لا صارتو إيا إلهي أمر رضا الله الله قان سببوله وأمر رضا إلهي عز وجل ودي حد قوب سماي سبا إن إيادنا لما ريشري على إسلام كا دينيا أيان إسفرين أبوله وسي وجوك سيد حد قوبكو إلهي وحط الوامي قصاص كا أوكالي إنو يهي النلال وإنو وقجرو بني آدم كلما أنتي لول كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إلهي بالي عز وجل قصاص توحيد كسوك النلال كوين عقلك له أبوله حقيقة إلهي عز وجل حط الوامي حد قوب عدي كسماي سا قد كلا حد قد كلا كعلا أما قول قوين أو كلا نف قويسا بغير الحق يضعون بدل بدل عن قصاصكم مدنين حد قد بكاسي وحكا حكاتي مايا شرع على الإسلام كا إن عدي حد قد بسميسي تلاوة لغا قادو أو إيضان إلهي عز وجل سيدو أمري لما ريو وحي أوفلي وحلا مدأبول سيدا قصاص أو كلا ساسو إلهي كتل مامي إن قصاص بني آدم كرمان تيبا أي نلال أغوستو كنت أبول تاسون إلهي أمر يا إن لقد دكتونا هذا وحي حد قدو بردام مانبا أو إلهي عز وجل سيدو كتل مامي أيضا قرآن كريم كا حد قدو قسيدي سبابا وح إلهي عز وجل أنو راليك آهين بول ساسو إلهي سورك قصاصة ولكو في القصاص حياة نلال بايدي كسكب إلهي القصاصة هو عقل الله بول رسول كنا صلى الله عليه وسلم حديث حين في رواية البخاري أي يقول ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الدم من مسلم حلال ما هبوا روح مسلم روح كلو مسلم ديجي سينو داديو إلى بحداث ثلاث صدع عن رمضان بلا بنية إن روح عن بني آدم كان قدي سلوك قوين كربولي كان وريا القتل بالقتل وهو ينف قويسي نف كلي قويسي شريعة الإسلام كواح إلهي حكمي نفتا نفتا قويسي إن شريعة الله مريو أيو إلهي أمري أو رسول كنا عدي صلى الله عليه وسلم والزاني المحسن يروح يقولي حلالا يا شيء يقولي حلالا قلي إنه لبدا هدنا لبدا حانان إنه سوق مدو قلو إنه يدنا والي نقا حرمي الرجم ما لبني نقح إنه قد لو روح يقولي حلالا يا شيء إنه حمان هدنا فلو وحمان فلو ونقضو لبدا حمايه دمرك حمايه والي نقد يدنا روح يكو عداتنا إسه يقولي حلالا يا شيء يدنا واحد لحكمك أفر مرقاتي عديان إسنا الرجمي نقا حبالا قد لي روح عاسي لبدا حمان تكولك عاي دمرك مسلمين تقولون كصدق هذا شرع الإسلام كبرنا يسوي وتاريخ للدين مرتد روح دين دي إسلام ككبر حيبلي أوره الدوبه قالت روح بره أوره الدوبه يسوع عقل جيزي نيا هاي إسلام كي وان كبر حيات ولا أوره الدوبه إسنا الشرع هذا حيبلنا يسوي إن برك الله تاعه وقولنا لك جربون صدق راوي حي أنا هين والله إنك حرمي إن روح إسلام قولي سلكوا يلا ما بنا يبولي تازل إنك أتكين يا إن حد قدوك الله قرن شرع الإسلام كو أمر هذا إلى هين الأمري إن لفوليو وعدي حد قد بكوك عدا إسنا الشريعة الله مريبول رسولكنا صلى الله عليه وسلم توكل على الله إلهي ولا ثلاث صارتو يسوي نقعد كيبولها في صحيح المسلم عن أبي بن عباس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت خلف النبي رسول كان لسعود المال مع الماء كمدا يوم فقال رسولك صلى الله عليه وسلم قول يقول يا غلام إني يهو يري إني أعلمك كلمات كلمات بكبر دون احفظ الله يحفظك حفظ بول إلهي وكو إلالنا احفظ الله تجد تجاك حفظ أوامرت إلهي وجوبك إلهي وحل واجبي هرت هذا كهيل أن مرادها وعد أمر يقول رسولك فري إذا سألت فاسأل الله هذا عيد وحوي الدين سؤال شو وحوي ني وحلوي دي وحقول ريا عيد وحوي الدين يسو ربي جيكو أبو ري خلق قدر أبو ري فاسأل الله إلهي وحوي الدين بقول بقى عيد وحوي الدين إلهي مراد كاجا أبندك أو إلهي بس سريع جوجل جوابي إلهي وحوي الدين وإذا استعنت فاستعن بالله كلمة هذا بحاتنا أدعوك كلمة صدقتنا إلهي كلمة ويدي إلهي بس سريعا كلمة سكوك إيمان إياه وعقولة رسولك عدي يبولي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة هذه أمة أكل أنت لو اجتمع على أن يفعوك إنك قرقاران بشيء لم يفعوك كما قرقاري كران إلا بشيء قد كتبه الله وح إلهي قدري أهر إلهي سي قدري مويانه إذا كما قرقاري كران خلق المانبا وإن اجتمعوا هذه أكل مانبولي خلقك إن يضروك إن كلبان إن كل باتين هذا أكل مانا كما لبي كران إلا بشيء قد كتبه الله
wax ilaahay sii qadaray qadarka alla ku qoraa mooyaane dhib kuma geysan karaan ilaa wax alla qadaray inuu jiro oo kuu sii qoraa mooyaane. Rufiicat alaqlaam wajifat asuxuf, aqlaamtii wax lagu qorayey ee malaa'igta ilaahay amray way dhalla kor yeelay, suxuftiina lagu qorayay waxna way engegtay buu yidhi, oo macnii wuxuu ilaahay qadariyay uu dhammaaday buu. Qadarka ilaahay macnii kownka wuxuu dhacayaaba waa wax ilaahay caza wajalla sii qadaray oo shu'uun yudhuraha walaa yubdu ahaa buu yidhi. Ilaahay wax ma bilaabo, waase muujiyaa khalqi maalinba wuxuu dhacayaa, hadduu dhulgariir dhacayo, hadduu duufaan dhacayo, haddii raxmaad ilaahay furayo, haddii ilaahay caza wajalla meel uu balaayooyin ka ridaayo, waxaas ilaahay dadka u muujiyaa khalqiga. Laakiin wax ku cusub ilaahay caza wajalla ma jiro, shu'uun yudhuraha walaa yubdu ahaa. Ilaahay wuu u muujiyaa khalqiga wixii dhacaya, laakiin wax la bilaabaya imika ma jiro ee horaa khalqiga ilaahay u qadaray wax alla wixii kownka ka dhacaya buu. Taasoon isfaraynaa ilaahay caza wajalla wuxuu inoogu baraarujiyey nasriga in lagu helo gargaarka ilaahay, in xaqa loo heliyo buu. Marka xaqa loo heliyo ee labada amarka ilaahay la fuliyo, ayuu ummadiina gargaarka u imanayaa. sida ilaahay ku tilmaamay alladiina imakanahum fi lardi aqaamu salaa wa atau zakaa wa amaruu bilmacruuf wa nawaa can lmunkar walilaahi caaqibat lumuur. ilaahay baa caza wajal ku baraarujiyey kuwa aanu makarinay buli ardadoodii dhulkoodii aanu ammaan iyo degganaansho ku siinay waxay qabtaan wax ugu weyn khalqiga ummad kasta, aqaamu salaa, inay ogaan tiirarka islaamka, in la yimaadaan amradii ilaahay oo fuliyaan ayaa ugu weyn aqaamu salaa wa atau zakaa, iyo inay zakadii bixiyaan wixii deeq ilaahay siiyay ay ka bixiyaan xaqii ilaahay, xaqullaahi, iyo sadaqaadkiiba buun. wa amruu bilmacruuf, iyo in ummadda inay faraan wax wanaagsan oo dadka inay dulhadiyo jeer, sida culimada oo kale iyo waxgaradku waxaa la amrayaa inay dadka faraan wax wanaagsan oo camal saalixa ka xasilaya khayraan oo ka xasilaya buun. wa nawaa can lmunkar, ummaddana ay uga digaan wixii munkar ee macaasiya iyo wixii dhib ah ummadda inay uga digaan, iyo qabaliyo in diin laga dhigtana looga diga dadka, oo dadka la fahamsiiyo ilqabaliyadu inay tahay tacaaruf keliya, isku garasho buuri, in laysku aqoonsado gobolkii u dhashay, degmadii halkuu ka soo jeeday, tacaaruf ay diinta islaamku dhigteen. laakiin in lays dilo iyo in laysu faano waa laynooga diga buuri. walil wanahu can lmunkar, ummadda looga diga waxa la wixii xumaana iyo macaasi ayaa layna falayaa, ilaahayna waa ka la mahadiyo, amuur oo dhanna xaggiisa ayaa loo coli ilaahay caza wajalla buuri. taasoo isku baraarujinaynaa in aynu ka shaqayno camallo wanaagsan iyo camal saalixa ugu weya islaax dadka wanaajintiisa in la islaaxiyo, oo ilaahay baa tilmaamay laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisidaq macruuf oo islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa mardaati illah fasawfa nuutiihi ajran cadiima. ilaahay baa leh khalqigu waxay ku haasaawaan iyo waxay ku waafaqayaan dhammaanba, khayr kuma sugna khalqiga ilaa saddex qaybood ilaahay ka soo reebay: ciddii dadka faraysa wax isasiin, iskaalmayn cidda faraysa in la iskaalmeeyo, ilaahay raalli buu ka yahay qowliga ficilkiisaba, macruuf ciddii dadka faraysa wax wanaagsanna wax khayruu ka xasilo, camal saalixa cidda macruuf dadka dacwada islaamnimada dacwada iyo xaqa oo la faafiyo, waxa weeye ilaahay raalli buu ka yahay qowliga ficilkiisaba buuri. oo islaaxin bayna annaas, dadka dhexdooda in la wanaajiyo, qoyskii isdiida la hagaajiyo, qoomkii isdiida la hagaajiyo, labadii saaxiiba isdiida la hagaajiyo, islaax in dadka la wanaajiyo dhexdoodana ilaahay raalli buu ka yahay. ilaahay wuxuu amray dee ruuxii fala saddexda arrimood mid ka mid a isagoo ujeedadiisu tahay ibtiqaa mardaatillaah, in ilaahay raalli ka noqdo rabbilcaalamiin, waxaanu si muuda fasawfa nuutiihi ajran cadiima, ajri cadiimaan ugu deeqiba ilaahay caza wajalla uu raalli ku noqdo. marka amuureena khayr allah ka yeelo, beledkeenna allah barwaaqeeyo, beledna aamiinan allah inoga yeelo, calankii dowladnimada allah cizeeyo, cudurradii aafooyinka allahina baalmariyo, khasaaintiisa allah inoo soo saaro, cizigiisa allah inoogu deeqo. wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.